صناع السلام يتركون بعد رحيلهم ذكراهم حية. الحاج عبد الرحمن ديكو بيدريو غراسو باحات، رئيس كانتون قبيلة ميري إرديا التابعة لمحافظة أم جرس بولاية إنيدي الشرق، في ذمة الله إثر مرض ألم به. سمي حين كان رئيسا للكانتون بصاحب الولاء لأمله ولوطنه، وقد تحلى المرحوم في حياته بحكمة ونزاهة ودبلوماسية ومعرفة الأعراف والتقاليد، مما ساعده في حل العديد من النزاعات العائلية والقبلية. وقد ولد الراحل في حوالي عام 1942 بمنطقة بردبة بإنيدي الشرق، وحكم بضع سنوات في كانتون داربيليا قبل أن يصبح رئيس قبيلة ميري في كانتون إرديا التابعة لمحافظة أم جرس بولاية إنيدي الشرق في عام 2001. ولم يجد الراحل أي مشكلة تذكر من جانب ناخبيه أو جيرانه ولا مع الإدارة المركزية. كان الحاج عبد الرحمن ديكو خلال حياته دائما ملتمسا لتسوية النزاعات بين المجتمعات وبين العائلات، كل ذلك بفضل حكمته ونزاهته ومعرفته بالعدالة العرفية. ولطالما دافع عن القيم والأخلاق الحميدة والتعايش السلمي في عام 1989 خلال النظام السابق، وذلك من خلال موهبته كمفاوض جيد وإتقانه للمبادئ العرفية، مما جعل موهبته تظهر أمام الفلاحين والرعاة الذين اعتقلوا تعسفيا في منطقتي وادي فيرا ودربيليا في حكم النظام السابق. كما ترك المرحوم وراءه 4 أرامل مجموعة من الأبناء والأحفاد. وقد غادر دنيانا الفاني عبد الرحمن ديكو بعد معاناة مع المرض. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم آله الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. إن شاء الله أعلى من قطة جانبنا يعني ما جانبنا بنا نشكره إن شاء الله الشيء كما قصره واللي بريدا مارسال بريدا دلبي كله إن شاء الله نورس شكرا شكرا هو قتل مرضان كل ما قلا وقتل مات كله ودركت ما أبرت ترى من إلى بيني الله ما يغفر ورحمة كل الله يشفرنا الله ما يرحمه وعلى كل حال أنا هنا بأسرة أنا وأسرة كله بدار بليا كلوا ودرنا نادم أخو وأب كبير وهذا ما عاقل وأتمنى الله يغفر له ويرحمه نادم أنا كونسانسيس قدر الناس كله يحبوه كمان في الشعب في البيت كله وفي الوادي فيرا كله معروف كونفليا الكبار كبار كله بس بنادو عشان بهلا عليهم ودرنا نادم كبير كمان نادم كبير ودرنا نادم عند إيمان ودرنا نادم عند شرف يعني شيف ده كانتون نادم أبو شيف ده كانتون هو شيف ده كانتون وكمان كانتون هنا إيال رجال كم كي عند واحد كمان أنت من المن أسرة بس فلان بدول عادل يعني أسرة يقدمكم قدام فلان بالخطو يعني أول مرة لنا أننا حصل لنا في منطقة هنا ناس مسلمين عشان كده الله يرحمه الله يغفر له ويرحمه يعني راجل عادل موت انا شاب كانتو عبد الرحمن ديكو ده بشد لنا الا رب العالمين يعني بالنسبه لنا انينا الاهل خلى فرق كبير لكن يا الحمد لله شكر انا الله ده تحمد وتشكر ربك عشان انينا كله يوم من الايام ده يا تكل مويتك كان تم ده يمشي يوم ما فرزنا ده وراجل 100% في اداره حقه ما بفرز يعني دنا من سبا ولا ده من خارب ولا من جنوب ولا من شمال ما بقول يعني الناس ده كلها كهرباء ايدين وايت